كما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أنه قد ناقش الوضع في الصومال والسودان وليبيا، وأضاف الوزير أنه بحث جهود مصر الرامية لوقف إطلاق النار في السودان ودعم المؤسسات الوطنية. الأوضاع الصعبة شديدة الصعوبة في السودان الشقيق وأيضا في ليبيا، أكدنا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات، وهناك تثمين للجهود المصرية المبذولة والتي تجسدت في فتح معبر أدري لتدفق المساعدات إلى الشعب السوداني الشقيق، وتحدثنا أيضا عن الجهود المصرية المستمرة في السودان لوقف هذه الحرب، وأيضا العمل في البدء في عملية سياسية جامعة تؤسس لإقامة نظام ديمقراطي شامل في السودان يشمل الجميع بدون أي إقصاء. وتحدثنا عن الدعم الكامل لمؤسسات الدولة السودانية بما في ذلك الجيش الوطني السوداني. أخيرا وليس أخيرا فيما يتعلق بليبيا، تحدثنا بشكل مطول عن الأوضاع في ليبيا، وأكدنا من جانبنا على حرص مصر على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، وأكدنا أيضا على الأهمية البالغة لسرعة أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية بالتوازي في أسرع وقت ممكن، وأن يتم العمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية في أسرع وقت ممكن، وبصفة خاصة المؤسسة الأمنية.